أبو علي، السلام عليكم. أبو علي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. أبو علي تاني. لا مش هو فضل. أبو علي. تفضل يا أبو علي. طيب هذا أنا لست أبو علي الذين تصورونه، وأنا شخص آخر. لكن شيعي. أقول لكم وأن شيعي وأتشرف ولا أكون ناصبي أنصب العداء لآل محمد. بس استنى بس. سيبك من المقدمه اللي انت تقعد ترصها في الاول دي، خليك في بلاش يعني. خش على الالزام بتاعك، ادخل على طول في الموضوع. هل يجوز التنازع عشان ما نضيعش وقت؟ يا ابو علي خلاص خلاص، اسمع اسمع اسمع. اتكلم اثنين ولا اكثر، ما لا تقول. الشيخ حازم معك، تكلم معك الشيخ حازم معك. كانما دخل علي بن ابي طالب عليه السلام على اصحاب التقيه وهم يستجبون منه. دعوني اكمل حديثي واكونوا مؤدبين. ابو علي ابو علي ابو علي ابو علي ده بلطجي. ابو علي ده مش هيديك حتى الفرصة. انا من اهل البيت واتشرف. وافر يا ولا اسم ابو علي. لا تعطونا فرصة. أبو هو احنا اسمع مش تسمع القديم. تعرف حاجة اسمها ادب الحوار؟ بعد اذنك يا دكتور حسام لحظة اسمع مني. هل الآية هنا في قول الله يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر مقصود بها الائمة المعصومين ولا غير الائمة المعصومين؟ واجابة سهلة تكون، وبلاش الدخلة بتاعتك دي. نعم يلا. طيب انا اجيبك ايها الشيخ الذي مضخ جبهته من السجود. انجز يا الذي يدعي انجز. انه لله انجز. الله يكرمك. اولا امر انت عندما تعمل برنامج هكذا، برنامج وتسال به عوام الشيعة، عليك ان ايضا تتلقى. واحنا يا رجال بالله عليك اقفل عليك والله العظيم. انك تسال عن رموزهم، عليك ان تتلقى اسئلتهم عن رموزك. وهنا انا اجيبك، انك تزعم ان عائشه طاهره يا ابو علي ابو علي يا ابو علي ابو علي والله العظيم لا يستطيع ان يجيب، لا يعرف دينه اصلا. انت مش عايز اي حاجه. هذا دين المتعه، لو يستطيع ان يرد بادب واحترام والله العظيم نفتح لك الابواب. انا لسه بقول يا شيخ، لو عندكم واحد ازود عليه ثواني، ازود عليه ثواني. لو عندكم واحد محترم، لو عندكم واحد محترم لسانه كويس مش صليط اللسان زي ما احنا دايما متعودين من المتصلين الشيعة، يدخل معنا دلوقتي على الهواء مباشرة ويتحدث في هذه النقطة، هذه الآية الوحيدة التي نتحدث عنها في هذه الحلقة. عندكم حد محترم يقدر يدخل معنا ويجاوبنا؟ أهلا وسهلا. أما الشيعة فقط إنما أنتم ما عندكوش إلا واحد زي أمثال أبو علي ده، أبو علي ده وأبو علي التاني برضو يكونوا صليط اللسان. قطع الله لسانه هذا القذر النجس. يعني انظر، ليس عنده مروءة ولا رجولة ولا شهامة ولا أدب الحوار، ولا أدب الحوار. يعني دع أنه ليس عندكم عقل كما يعني هذا معروف عنكم يعني، وأنظروا إلى حالكم وصفتكم، لكنه يترك السؤال. المفروض هذه عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمك عبد الراجي؟ عماد من مصر. أستاذ عماد أهلا بك يا أستاذ عماد، تفضل. تفضل يا أستاذ عماد. أيوة يا أستاذ عماد معاك. إحنا بالله عليك يا أستاذنا، بالله عليك بالله عليك، منين ما واحد شيعي يتصل بيك وما تردوش عليه ثاني؟ ما نردش؟ لا مش ما مش هينفع. احنا فاتحين القناه اصلا عايزين محبش. من اجل هؤلاء يعني، احنا عايزين لهم الهدايه والله، بس هم اللي عايزين لنفسهم العته والجهل والجنون. الدراجي من العراق، السلام عليكم. اخواتها وبنات اخواتها بارضاع الكبير. دعني اكمل سؤالي كي اجيبك على ما تقوله. يلا يا قذر، يلا يا قذر، نحن نريد رجل. مفيش يعني بنتكلم في آية الإمامة وآية الولاية. هذا هو أفل. الشيعي يموت أفل. يموت ولا يصل. يا دراجي يا قفل يا جماعة ولا معانا قفل. هيقول لك آية ترضى. هذا دينك، هذا دربك، ذا بالتفجير وقتل، كفرت كل البرية، عاد كافي ما تمل، عايش بعمق البداوة وساكن بفكرك جهل، لا عقل عندك وعندك جايز يرضع الرجل، توب وتعقل بكتبك تأمل، عاقل وباطن صاعد ونازل صاير رياضي. نعم نعم. مشي ورد في فتح المنعم في شرح صحيح، في شرح صحيح مسلم لموسى شاهين لاشين الجزء الخامس صفحة 622، أنه قال أنه يدخل عليها الغلام الأيسع، وكانت عائشة رضي الله عنها ترى أن أرضاع الكبير يحرم وأرضعت غلاما فعلا وكان يدخل عليها. هل كانت عائشة ترضع شباب قريش؟ هل يجوز ذلك أن تعطيهم الحليب من صدرها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فهذا رأي رأته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها واجتهدت وجانبها الصواب، وهي بشر، هي بشر اجتهدت وجانبها الصواب. بارك الله فيك. ونحن بشر، أما العصمة فليست لأحد إلا للرسل عليهم الصلاة والسلام. السلام عليكم.